يقول هذا السائل: يا شيخ، قرأت حديث من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يقول: هل هذه تخص 12 ركعة رواتب، أم أن المسلم يصليها جميعا؟ الرواتب هذه في الرواتب مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما أكدها، فيحافظ عليها إلا في السفر إذا قصر، فإنه لا يأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر، فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.